كنا بنتكلم على القضية الكاشفة، معلش شفنا ميدو ما قبل وما بعد. طيب كابتن جمال الغندور، وكابتن جمال الغندور هنا رأيه مهم، لأن القضية في الأصل محورها حكم، محورها حكم. سيبنا من أنه أقر أن الهدف اللي أحرزه أيمن أشرف سليم، لكن ما يتعلق بموقف الحكم، ليه ما اداش إنذار وإزاي يعاقب الشناوي والحكم لم ينذره؟ نشوف رأي الكابتن جمال الغندور ما قبل التخفيف. لحين خروج اللاعبين من أرضية الملعب يستطيع الحكم أنه يستخدم البطاقة الحمراء والبطاقة الصفراء، لغاية بعد نهاية، بعد صفارة النهاية من حقه أنه يطرد، ولغاية لما ينزلوا في الطنل في الممر، لغاية لما يختفوا عن الأنظار يطرد، تستخدم البطاقة الصفراء والبطاقة الحمراء طيب إذا كان ده سلوك غير رياضي بياخد كارت أصفر، تمام. إذا كان ده سلوك ماشين بياخد كارت إيه؟ أحمر. طيب السلوك الماشين ده بكتب تفصيلا السبب ايه، ليه بكتب السبب ايه، عشان مش كل الحالات زي بعضها. طيب انا خلصت المباراه وانا الحكم ما طلعتش كارت اصفر ولا كارت احمر، بالنسبه لي انا معناها انه التصرف اللي حصل في الملعب ده يا اما الحكم ما شافهوش ما سمعوش ما اعتب او ما اعتبرهوش لا سلوك غير رياضي ولا سلوك ماشين. هطبق لك الكلام اللي قلته ده على حالة رمضان صبحي. رمضان صبحي في الماتش كان عنده إنذار وخلصت المباراة وراح ارتكب سلوك الحكم اعتبره سلوك إيه؟ غير رياضي. راح مديله إيه؟ كارت أصفر. كارت أصفر تاني وبالتالي إيه؟ ما ادالوش أحمر على طول. اتوقف قد إيه هو؟ مباراة. مباراة واحدة. مباراة واحدة. تمام؟ طيب الشناوي إيه اللي حصل بقى في الملعب؟ إحنا ما نعرفش. لكن أنا في جوه الملعب أنا عندي كارت أصفر وعندي كارت احمر، لو الكارت الاصفر طلع هكتب انذار وهكتب سببه، لو الكارت الاحمر طلع هكتب طرد وهكتب سببه، ولجنه الانضباط ولجنه المسابقه تاخد اللي يعني. طيب انا عايز اخد الكابتن جمال الغندور على بعض ونعلق مره واحده. طيب لا يعني جمال الغندور رايه هنا في الجزئيه التحكيميه مرجعيه مهمه، مرجعيه مونديالية. هل لجنه او هل اللجنه الثلاثيه لما مشيت بصحة الإجراءات القانونية اللي اتكلم عليها الكابتن جمال الغندور أخطأت في تصويب الخطأ ولا لا؟ رأي الكابتن جمال الغندور لما حاول مهيب عبد الهادي يستدرجه، هو ينفع العقوبة تتغير؟ نسمع الكابتن جمال، هو ينفع ولا لا؟ رأيك في تخفيض العقوبة على محمد الشناوي لمباراة واحدة مع تغليظ العقوبة المالية ل 50,000 جنيه، رأيك فيها إيه؟ والله مهيب انا الحاجات دي على فكره بتحصل كتير وعلى مدار السنوات اللي فاتت، وشوف قرارات بتطلع وبيحصل عليها استئناف ويتم دراستها بقى بهدوء وبيتم دراستها وبيديها وقتها وبعدين بتتغير القرارات. يعني اعتقد الامور دي ما هياش جديده، يعني الامور دي بتحصل كتير. يعني عادي يعني. شوف بقى هو المفروض يعني هل ده سؤال مفخخ؟ كويس انه اتسال. بتحصل كتير وبيحصل تراجع، وعلى فكره في كل انحاء العالم النظام في انجلترا ان من حقك ان تقدم التماس، واذا كان التماسك سليم بتتخفف العقوبه، اذا كانش سليم من حق اللجنه اللي بحثت ان تضاعف العقوبه او تزودها، عشان مش كل واحد كل يوم وتاني تقدم التماس. في حاله الكابتن شناوي الموضوع واضح وضوح الشمس، لو كان الحكم رأى أن هذا سلوك غير رياضي واتخذ الإجراء المناسب له لحصل الشناوي على مباراة واحدة. من أين جاءت الأربع مباريات وهو ما كتبش أنه لا سبني ولا شتمني ولا عمل في حاجة؟ إذن الموضوع كان ده حدود التصرف الغير لائق، تصرف غير لائق، مسكتني من إيدي في حكام كده شخصيتها ما تلمسنيش تفضل، خلاص خلصت، كان العقوبه انتهت وكان الجدل ده كله راح. لكن هو بقى كلنا بقى ده اللي جننا، كلنا مقتنعين ان العقوبه في الاول او اقتراح العقوبه عشان نصور الالفاظ هي لم يصدر توصية العقوبه، هو صدر توصية من حق اللجنه العليا انها تراجع. على فكره من حق اللجنه انها تغلظها او تبعتها للجنه الانضباط، فلما يعني كلنا نقر
ان العقوبه غريبه ولا تتناسب مع الحدث ولا تمشي اجرائيا مع سلامه اتخاذ القرار، وبعدين يتصوب القرار من قبل الجهه الاعلى في شكل مع في التعامل مع هذه التوصية، لا ما يعجبش البعض. وكله نسي ان محمود وادي اللي خد العقوبه قبل كده اتخفضت عقوبته لـ8، وبعدين قال كلمه مهمه جدا، قال ان انا لو الكلام بيمشي بالطريقه دي لما الناس تهدى هتشوف الامور بشكل مختلف، هتقدر تتخذ القرار. ده بياخد القرار السليم وده بياخد عده ايام. انا مش فاهم لماذا كان الحرص على الاعلان على التوصيه، ما هو مش التوصيه خد اللي انت عايزه، لكن القرار لن يصبح قرار الا بعد التصديق عليه. فيعني الحقيقه هارد لك للي كان مستني حاجه مش صح. هارد لك للي كان مستني حاجه وما جاتش، رغم ان هو حاجه مش صح، حاجه مش صح وما جاتش، رغم انه في الاول سمعنا كلام حلو قوي، كلام ينصف الشناوي وينصف الموقف ويأكد على سلامة موقفه ويلوم إدارة المسابقات في الاتحاد. فلما اللجنة إبراهيم هو كان ليه الموقف هم كانوا عايزين يبينوا انهم كده فير بس القرار الغلط يمشي وانا كده فير، ويكسب بقى جمهور الاهلي ويكسب مش عارف ايه ويهاجم اللي عايز يهاجمه لكن لما تصوب بالقرار اللي لا من ناحية الشكل ولا المضمون كان صحيح الشكل، اللي هو انه ما عملتش الاجراء بتاعي وانا بوصفه انه يعني تصرف غير لائق. ايوه الاربعه والواحد والاربعه بناء على وصف الحكم لما حدث. ايوه فلما رجعت لجنه الحكام ظهرت الحقيقه. ايوه يعني شأن بقى اتحاد الكره اذا كان عايز يشوف الموضوع ده لكن احنا بصوا علشان جزئيه هو الاتحاد قال ايه؟ انا هقول لكم اللي الزميل العزيز أسامة إسماعيل مدير إدارة الإعلام في الاتحاد بعته لكل أسرة الإعلام المرتبطة بالاتحاد من يوم الثلاث، يعني احنا النهاردة بنتكلم الخميس، يوم الثلاث قال لهم أنه يوم الأربع إدارة تعقد اللجنة المكلفة بإدارة الاتحاد المصري لكرة القدم برئاسة أحمد مجاهد وعضوية أحمد حسام عوض ومحمد الشواربي اجتماعا، ده بعد ما توصية إدارة المسابقات خرجت. هل كانت توصية ولا قرار؟ اسمعوا النص، عشان للأسف كتير من الزملاء حتى ما بيقروش اللي بيتكتب أو ربما اللي هم بيكتبوه أو اللي هم بيزعوه بيقروه يتجاهلوه بالظبط. قال إيه اتحاد الكرة؟ الاجتماع ده عشان إيه؟ اجتماعا لاعتماد المرشحين للمكتب التنفيذي لرابطة أندية القسم الثاني بعد غلق باب الترشيح اليوم، كما تناقش اللجنة التوصيات التي أسفر عنها الاجتماع مع رؤساء أفرع الاتحاد على مستوى الجمهورية، بالإضافة إلى التوصيات التي خرجت عن الاجتماع المشترك مع اللجنة الطبية بالاتحاد والأجهزة الطبية بفرق دوري القسم الأول، وأيضا ما صدر من توصيات عن لجان وإدارات الاتحاد المختلفة، التوصيات اللي صدرت عن لجان الاتحاد المختلفة وفي مقدمتها لجنة الحكام وإدارة المسابقات للنظر فيها قبل اعتمادها. هي توصيات يعني يا جماعه من يوم الثلاث اتحاد الكره قال لكم في اجتماع هيتعمل للنظر في التوصيات اللي خرجت من لجنه الحكام ومن لجنه المسابقات او من اداره المسابقات. ايه اللي حصل عشان يتهم ان الاهلي بيتجامل او ان الاتحاد حنفي؟ ده مش تراجع في القرار، ده توصيه انت بتناقشها، وزي ما قال الكابتن جمال الغندور وزي ما قال الكابتن ميدو نفسه بعد يومين الدنيا بتوصلك لحقائق اخرى او بتتعامل مع الامر بشكل واقعي اكتر مش انفعالي، فشافوا الامور ما تستحقش ان تصل الى هذه او ان الاجراءات التي اتخذت لا تؤدي الى هذه العقوبه. هذا كلام اذا ما يعني اذا الناس ما عملتوش تبقى مقصره، فلما تعمل واجبها نتهمها بالرجوع في قرارها، هي طيب. عملت واجبها. صديقنا العزيز الكابتن سيف زاهر احنا علقنا على اللي قاله الاسبوع اللي فات، والراجل ابدا اتفاقه معانا لنقاط كتيره. النهارده تقريبا في الاستوديو التحليلي اللي قبل مباراه الاهلي اتكلم مع الكابتن محمد فضل اللي بنقول له الحمد لله على السلامه وعودتك لاستوديوهات التحليل، فضل حد ما شاء الله عليه، والكابتن عماد متعب والكابتن اسماعيل يوسف. كان كلام الكابتن سيف زاهر بس عشان احنا بنصحح معلومه، انه ليه التوصيه اتاخدت او القرار اتاخد
من اللجنه الثلاثيه القرار بتخفيف العقوبه رغم ان الاهلي لم يتظلم. وبرضه ده خطا معلوماتي، الاهلي قدم مذكره بعد عقوبه الشناوي، قدم مذكره لاتحاد الكوره يتحدث فيها عن السند القانوني اللي استندت عليه اداره المسابقات في اتخاذ هذه العقوبه. يعني الاهلي قدم مذكره؟ اه قدم مذكره. اتحاد الكوره لما اللجنه الثلاثيه اجتمعت نظرت في الموقف من الناحيه القانونيه؟ اه حصل. وبناء عليه تم ما تم بعد الرجوع للجنه الحكام زي ما اتقال في منطوق القرار. زي ما كل الناس طلبت. بالظبط. او قالت ان ده الصح. زي ما الكابتن جمال غندور قال لكم بتحصل دايما. الكابتن سيف زاهر نفسه مؤكد وهو كان بيحضر اجتماعات لجنه مجلس اداره الاتحاد اول حاجه، والمهندس عدلي راجل بخبراته الاداريه يقول لك اول حاجه اي مجلس بيفتتح بيها جلسته النظر في التوصيات. النظر في التوصيات. يتعتمد هذه التوصيات سواء التوصيه خارجه من المكتب التنفيذي او من اي لجنه من اللجان. احيانا تغلظ واحيانا تخفف واحيانا او تلغيها. افعل ما شئت، خد القرار. هو اللجنه بتوصي بكذا، ولذلك يمكن خطا في الصياغه الناس قررت لجنه المسابقات، لا هي اوسط. اللي تلقى في الخبر عايز يصدره عايزه كده ان هو كده. وعلى فكره هو لا يمكن تنفيذه الا بعد التصديق عليه. ارجع بقى لموضوع امام عاشور. ايوه. اللي قعدوا ثلاث ايام لحد ما ماتش المقاولين اتلعب ولعب وكسب الفرقه بالجون اللي جابه. أيوة. واوقف بعد المباراه باسر رجعي. اظن كان بالصدفه قدام المقاولين يمكن، ولا مش عارف كان قدام مين. انت مستعجل تعرف راي الكابتن مدحت شلبي.